كل سنة وانتي طيبة. وانتوا طيبين يا اصحابي، جبتولي عربية صح؟ هديتك، ايه رأيك؟ ايه ده؟ يا بنتي العربيات غليت. شكرا، وانا اللي كنت فاكرة هيجيبولي عربية. لقد تم تفعيل قدرة اللون الاحمر. ايه الصوت ده؟ يا مامي انا شكلي ما نمتش كويس ولا ايه يا مامي؟ صباح الخير يا ماما، ممكن تجيبيلي ازازة المية دي؟ قومي يا حبيبتي هاتيها لنفسك. يا ماما ادهاني بقى. ايه ده ماما، هو انت اديتيني الازازه؟ مالك يا حبيبتي، انت سخنه ولا حاجه؟ هي الازازه جت هنا ازاي؟ يا لهوي، هو ايه اللي بيحصل ده؟ هي دي القدره دي بجد ولا ايه؟ الريحه دي ريحه محشي اكيد من عند جارتي. انا هجيب حله المحشي دي. ايه ده، دي القدره بجد؟ الحقوني حرامي. لما اشوف بقى قدرة اللون البرتقاني اتحكم في الناس. يعني ايه ماما؟ انا رايحة اذاكر مع سلمى في البيت. لا خليها هي تجيلك ماما عشان خاطري، انا اتفقتي معاها. انا قلت لا خلاص بقى. ماشي يا حبيبتي طبعا روحي، سلمى دي حبيبتي اصلا. سلمى مش هتصدقي ماما جابتني هنا ازاي. انا استغربت ان هي وافقت. هحكيلك، انت مش مصدقاني؟ طب انا هثبتلك، اكتبي لي الواجب بتاع بكره كله. يا سلام، وانا كده هوافق يعني؟ حاضر يا حبيبتي من عينيا، هعمل لك الواجب كله. هلولي ممكن تجيبي لي اشرب؟ انا عطشانه قوي. لا لولي. ايه ممكن تجيبي لي اشرب؟ لولي ممكن تجيبي ماما تشرب؟ شكرا. انا زهقت من القدره دي، هجرب بقى لون جديد. ايه هي دي القدرة دي؟ لا لا انا مش عايزة العب. لقد تم تفعيل القدرة ومفيش تراجع. روح ماما، مين هياكل السبانخ بتاعت ماما؟ يا ماما قلتلك 100 مرة ما بحبش السبانخ، ما بحبش السبانخ. انت عمرك ما قلت، انت بقالك 29 سنة بتاكليها. انا ما قلتش قبل كده؟ انا ما قلتش قبل كده، اكيد ده عقلي الباطن. صباح الخير. ايه ذاكرتي ولا كالعادة؟ انا طول الليل بذاكر، انا ما نمتش ولا ثانيه. ايه ده، اول مره تقول ان هي بتذاكر؟ انا اول مره فعلا اقول كده. ماشي انا زهقت من اللعبه دي، انا مش عايزه العب تاني خلاص بقى. ماشي استنوني في لعبه جديده.